كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذه الآية المباركة أيها الآباء الأفاضل والإخوة الأكارم فيها فوائد وعظات وعبر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه الآيات من سورة سبأ قصة هذه المدينة أو هذه المملكة، مملكة سبأ، وكانت باليمن، وهي التي ذكر الله تعالى فيها في قصة سليمان عليه السلام قول الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ عظيم. هذه المملكة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بنعم عظيمة جدا، حتى إنه تبارك وتعالى جعل هذه النعمة آية من آياته تبارك وتعالى، فقال: لقد كان للسبأ في مسكنهم، وتقرأ في مساكنهم آية، أي علامة من علامات قدرة الله عز وجل. بعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا شيء من النعيم الأنعم به على هؤلاء الناس في هذه المملكة، قال: جنتان عن يمين وشمال. ربنا اداهم جنتين، بيمين وبشمال. العلماء قالوا الجنتان فيهم جميع أصناف الفواكه والثمار وغيرها من الزروع الطيبة، حتى قالوا الناس كانوا بيسافروا مسافات طويلة وما بيحتاجوا يشيلوا معهم لا طعام ولا شراب. ليه؟ لأنه كله متوفر في الشارع، الجنة باليمين وبالشمال، دار تاكل بيجاي بياكلوا، دايرين ياكلوا بيجاي بياكلوا، كذلك الشراب. بل قالوا ما كانوا الشمس ما كانوا بيشوفوها، قالوا لأنه الجنان دي كانت مقفلة بفوق أشجار مقفلة. إخواننا الشيء ده شيء عظيم، والنفوس بتحب هذا الأمر. ربنا قال جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هنا في فائدة، ربنا سبحانه وتعالى لما ينعم على العباد أول حاجة يجوز للعباد إنه يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله. كلوا من رزق ربكم، ربنا قال لهم أكلوا، الجنان دي حقتكم أكلوا منها. لكن الأمر الثاني وده المهم وده أهم من الأكل، قال: واشكروا لها. لمنه؟ لله تبارك وتعالى. ولاحظوا يا أخوانا الآيات دي نحن بنستفيد منها، يعني مش دي قصة وانتهت وخلاص، لا، القصة دي نحن بنستفيد منها الآن. إذا ربنا أنعم علينا كلنا في البلد مثلا، أو أنعم عليك أنت كشخص، المطلوب منك شنو؟ تشكر النعمة، تشكرها. وما هو الشكر؟ الشكر هو العمل الصالح. بالمناسبة الشكر هو العمل الصالح، لأنه ربنا سبحانه وتعالى
قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال هناك: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فقابل الشكر هنا بالعمل الصالح هناك، فصار الشكر معناه العمل الصالح. العبد الشاكر صحيح لله عز وجل هو اللي بيعمل الصالحات. عشان كده ربنا وصف نوح عليه السلام قال إنه كان عبدا شكورا، لأنه بيعمل الصالحات. ربنا قال لداود وآله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ودي الإشكالية الكبيرة، نسأل الله يجعلنا شاكرين لله عاملين للصالحات. ربنا قال العبادة اللي بيشكروا قليلين، كان من الرجال والنساء أو من الجن. الذين يشكرون الله قليلون، أي الذين يعملون الصالحات. والعمل الصالح عنده شرطين اثنين يا أخوان، لأنه ما أي عمل صالح أنت ممكن تعمل، لكن العمل ما بيكون صالح وما بيكون مقبول عند الله عز وجل. فكذا ربنا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لاحظوا يا أخواننا إنه الناس زي عندهم عمل، لكن ربنا جعل هذا العمل كالهباء المنثور يوم القيامة. والهباء دي في شعاع كده، مرات لما تكون انت قاعد في الغرفة بالنهارية بالذات بتشوف في شعاع كده خاشي من السقف، فيه زي تراب وما في تراب، لما تعمل كده ما بتلقى حاجة. العلماء قالوا ده هو الهباء، ده هو الهباء، هباء منثورة يعني متشتت أعماله دي كلها ما في. ليه؟ لأنها ما كانت صالحة، هي عمل، هم عملوا. شكد ربنا قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع إنه عملت عمل في الدنيا، لكن الله قال تصلى نارا حامية. ليه؟ لأنه أعمال ما كانت صالحة. ربنا قال في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عملوا أعمال لكن ما صالح. باختصار يا أخوانا، العمل شان يبقى صالح وشان ربنا يقبله لا بد فيه من شرطين اثنين، الاثنين لازم يكونوا مع بعض. الشرط الأول أن يكون العمل لوجه الله، يكون لله براه تبارك وتعالى، ما فيه شيء لأحد، ما فيه لا شرك أكبر لا شرك أصغر، ما فيه رياء ما فيه سمعة. العبد إذا حقق الشرط ده الأول ده، كمان معه الشرط الثاني إنه عمله لوجه الله. لاحظ الثواب الذي ذكره الله عن هذا الصنف من العاملين. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ربنا قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ليه؟ لأنه أعمالهم كانت لوجه الله، أعمالهم كانت لوجه الله ما لأحد. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها. ده العمل الصالح، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ده الشرط الأول يا أخوان، العمل يكون خالص لوجه الله. ربنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك
دين القيم ده الدين ربنا بيقبله إنه العمل يكون خالص لوجه الله عز وجل. ألا لله الدين الخالص، الدين هنا بمعنى العمل يعني العمل الصالح الخالص لوجه الله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عملك لو كان لوجه الله لكن انت ما متابع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، بيديم أعمال من عندك من راسك، داير تعبد الله بمزاجك بهواك. طيب أخوان، إذا أصلاً أي زول بيعبد الله بمزاجه بل هو شايفه صح، لماذا أرسل الله الرسل؟ ليه ربنا يرسل الرسل؟ ما كان يخلق الخلق ويخليهم أي زول يعبد بمزاجه، لكن كده ما بينفع. هو بعد إرسال الرسل لسه في اختلاف، بإرسال الرسل برضو الناس مختلفين، ما بالك لو ما كان ربنا رسل الرسل؟ ما الذي كان سيحدث؟ سبحان الله، له حكمة بالغة في إرسال الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما. لا بد من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. من عمل أي ذل يعمل عمل ليس عليه أمر النبي أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود، يعني الله ما بيقبله من العامل. الدين ده هو أنه ضوابط الشغلة ما فات كساي كويس. إذا توفر في العمل الشرطين ديل ده عمل مقبول وهو عمل صالح كويس، وده ربنا بيدخل به الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الناس إذا عملوا العمل الصالح وشكروا لله ربنا بيديهم الدنيا والآخرة الاثنين. ربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بجملة شرطية، لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب لو ما شكرنا حتكون في زيادة؟ لا. ولو شكرنا حتكون في زيادة، لأن ربنا أكد قال لأزيدنكم، ده توكيد، مع أن قوله الحق ولا يحتاج إلى توكيد. ربنا أكد قال لو شكرت بزيدكم. طيب لو الناس ما شكرت النعم، لو ما شكرنا النعم أيوه، نرجع هناك الآيات نشوف الحاصل، نشوف الحصل على الجماعة دي. شو ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. والله الآيات دي بتحيل إشكالات كثيرة، وأنا بعد شوية بجيك لها أنت هتتعجب. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا عن ماذا؟ عن شكر الله، بمعنى عن العمل الصالح، ما عملوا الصالحات، وقعوا في الشرك، أشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. الحصل شنو؟ قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل شديدة، سيل الله مرسلة. انظروا أيها الآباء والإخوة، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، سيل. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم
بجنتيهم. شوف، لأنه ما شكروا النعمة، وقعوا في الكفر والشرك، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي يعني صاحبتي أكل خمط وأثل. الخمط العلماء قالوا شجر الأراك، والأثل قالوا الطرفة. الطرفة دي بتلقاها طرف النيل، ما لا البشر بياكلوها ولا البهائم بتاكل الطرفة، لو جبتها للبهيمة ما بتاكل بالمناسبة، ما من أي فايدة. كذلك الأراك، الأراك ده ما من إلا تتسوق به، ثاني ما منه فايدة. ولما تجي تقيس بين الطرفة والأراك والفواكه اللي كانت عندهم، أنت تخيل معايا يا سي، لو عندك ثلاجة مليانة موز ومانجا وبطيخ وشمام وبرتقال وجوافة، واحد قال لك نشيل الحاجات دي من الثلاجة ونخد لك فيها طرفة وأراك، رأيك شنو؟ في ذلك بوافق أخوانا؟ تقول لا سوف شنو الطرفة والأراك؟ سوف يوم شنو؟ ده لا بتعملوا عصير، لا بيسوى سلطة فواكه ولا أي حاجة، سوف يوم شنو يعني؟ لكن أخوانا الناس زال ضيعوا أن عند براهم، براهم ضيعوا، قال جنتا فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. السدر ده النبق، طبعا قياسا بالطرفة والأراك النبق أحسن، مش كده؟ بالنسبة لديك النبق شوية أحسن. لما كان النبق أحسن الله قال النبق ذاته شوية، شيء من سدر قليل، السدر ده ما شوية ما 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 كافيه، النبق ما مكفيه، يفتشوا في النبق عشان يأكلوها ما في، مع إنه مبارح بيشربوا في العصائر وبيأكلوا في الشمام والبطيخ، الليلة النبق ما لاقينا عشان يأكلوها، قليل وشيء من سدر قليل. السبب ذلك جزيناهم بما كفروا. انتبهوا يا أخوان، والله الشريك ده بيمحق البركة والله في الدنيا دي، وبيخلد صاحبه في النار يوم القيامة. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي، وفي قراءة وهل يجازى إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. النعيم أيها الآباء الأفاضل والإخوة الأكارم يزول ويرفع بسبب معاصي الناس. انظر لصاحب الجنتين في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. هذا الرجل ربنا أداه جنتين يتمتع بين، ما في مشكلة، لكن المشكلة إنه كفر بأنعم الله عز وجل. صاحبه قال له، قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ربنا قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يبقى النعيم مشى منه بسبب شنو؟ الشرك. قال ليتني لم أشرك بربي أحد. ربنا قال في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
بالسبب بما كانوا يصنعون بالسبب. يبقى أخوان الشرك بالله عز وجل يرفع الله تعالى به النعيم من الناس ويمحق البركة. ولما نقول الشرك ما إلا كل الناس يكونوا مشركين، لا، ممكن بسبب زول واحد البلاء ينزل على كل الناس بالمناسبة. ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بتجعل الناس كلهم زي ما نحن بنقول في السودان الخير يخص والشر ماله، الشر يعم. لو بقى في شرك في قرية واحدة قرية بس، ممكن البلد كلها يصيب ما يصيبها من الجوع ومن نقص اليد ومن الضائقات الاقتصادية، كل البلد بسبب قرية واحدة. ممكن القرية دي تكون واقعة في أقصى الجنوب أو أقصى الشمال والشرق والغرب. والكلام ده برهناه من القرآن، ما من كلامنا نحن، لأنه لو كان من كلامنا كان واحد يجي يقول والله كلامكم ده مولانا فيه نظر وما مقبول، لكن ده من القرآن وده ما تفسيرنا أبدا، لأنه آيات واضحة كالشمس. نحن لا عندنا ضائقات، أي ذو بيعترف بها ضائقات في المعيشة، كويس، الناس تعبانة إلا من رحم الله، كويس، وصفوف الجاز والبنزين وغيره ده شيء مشاهد، ما إلا أنت يعني تمرقه للناس هو شايفينه بعينه. تعال اسأل المجتمع قول لهم السبب شنو، يعني الحاصل ده المشكلة شنو، بتلقى تحليلات. معظم الناس بيخدوها في الحكومة، مش كده؟ قول لك كله من الحكومة، كأنه نحن ملائكة لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر. يقول لك كله من الحكومة، أهو طيب وإنت كيف؟ مالك مركت رقبتك؟ إنت ما داخل في الموضوع؟ ها؟ إنت داخل برضه وكلنا داخلين، كويس؟ وده بيذكرني تلقى الواحد عنده طالب، ولده طالب في المدرسة، الطالب ده لا بيقرا لا بيذاكر لا بيلخص لا بيكتب ولا أي حاجة، ولا في ساي المدرسة مرات يمشيها مرات ما يمشيها. لما نيجي يمتحن ويرسب في الامتحان أبوه يشيل عكازه ويمشي للمدير في المدرسة، قل له من مدرستك وإنت مدرستك ما نافعة يا حاج، الموضوع ما مدرستي، الموضوع ولا لك ما نافع، ولا ما كده يا أخوان؟ الموضوع ما مدرستي، الموضوع إنه ولدك هو اللي ما بيقرأ هو اللي ما بيذاكر هينجح كيف؟ بنفس الفهم. نحن يا أخواننا ما نشيل المسؤولية كلها ونلصقها في المسؤولين ونمرق نحن منا زي الشعر من العجين، نحن ذاتنا داخلين في الموضوع ده، كويس؟ فالأزمات دي لو سألت الناس في صنف بخطها لك، في صنف ثاني بيقول لك دولار ما دولار، في صنف ثالث بيقول لك والله أصل البلد دي كده وموضوع ده أصلا شيء معروف يعني. بتلقى تحليلات كثيرة عن بعض الناس، حتى من بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدين، ممكن يجي يقعد زي قاعدة ديني ويحلل لك تحليلات زي دي، كويس؟ وما تعرف مين ومين ومين عشان فلان شالوه عشان فلان خدته، يجيب لك تحليلات زي دي. نحن التحليل اللي بنعرفه من كلام الله عز وجل إنه الموضوع ده سببه الشرك والمعاصي، والله الذي لا إله إلا هو. لو قلنا شرك ما في البلد دي نكون كذبنا الواقع. لو قلنا ما في شرك زي الزول اللي بيقول لك ما في نيل، نيل ما في، مش احنا عندنا نيلين ابيض وازرق في السودان هنا؟ اللي بيقول لك شرك ما في ده زي اللي بيقول لك نيل في السودان ما في، كيف ما في شرك؟ كيف ما في؟ في كم زول الليله وقت الضيق بيخلي الله وبينادي عبد الله، كم انت هسه لو قعدت في الصلاه لمده 10 دقائق بتلقى الحفلات دي مكتوب فيها يا فلان ويا علان ويا فلان ويا، ولا ما في حفلات والدفارات والبصات؟ بس اقعد في الصلاة ولا تمشي اي حته، اقعد هنا بس 10 دقائق. واي ذول بيكتب في عربيته الشيل في قلبه، ما بيكتب لك كلام من برا، اللي هنا بيكتب ورا كتابه دي بقروش ما مجان، فذول لما يكتب معناته هو فعلا باقي على الموضوع اللي كتبه ده. لما الناس تخلي الله الخالقه وتنادي في مخلوقات، وأريتهم كان حيين، هو كان حيين ما بسوي شيء،
كان حيين ما بيسووا اي حاجه. يعني هسه دي اولادينا دول مدفون في اي حته، مدفون في الشرق، مدفون في الغرب. هسه لو ناديناه قطره بتاعت بنزين ممكن يجيبها لنا؟ قطره بنزين ساي الايام دي دايرين بنزين نحن مثلا. لو قلنا يا فلان يا فلان ابونا فلان دار لنا قطره بتاعت بنزين، هل بيجيبها؟ والله ما يجيبها. طيب وكيف ما بيجيبها؟ معناته هو اصلا ما يصلح انه ينادوه. انا نادينا يزول ما منه فايده، لكن لو نادينا الله قلنا يا الله فرج عنا، يا الله دارين جاز دارين بنزين، يا الله دارين غاز، يا الله يسر المعيشه، بيسيرها ولا ما بيسيرها؟ بيسيرها، لانه لو قلنا ما بيسيرها بنقفوا، لانه ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى ده نوع من انواع الشرك موجود. كم من الناس الليله المعلقين التمايل بيسميها في السودان حراسات، واحدين بيسموها حجبات. انا قاعد اديكم نماذج بتاعت شرك. واحد تلقى رابطه هنا ما يمرق من البيت الا يربطها، تقول له ده شنو؟ يقول لك ده قران يا مولانا، مع انه ما قران. يقول لك ده قران، طيب لابسه ليه؟ يقول لك حراسه. بتحرسك من شنو؟ يقول لك من حاجات كثيره، من العين وغيره وغيره. طيب الحمام قاعد تخش بيه، الحجاب ده بتخش بيه الحمام الدبلوسه. يقول لك يا مولانا قران كيف نخش بيه الحمام؟ يعني تقلع برا. ايوه طيب جوا الحافظه منو جوا؟ ولا ما محفوظ انت في الحمام؟ الحافظه جوا منو؟ يقول لك يا مولانا الله. طيب الله الحافظ جوا ما بيقدر يحفظ برا؟ إذا قلت لا مشكلة، إذا قلت الله بيحفظ جوا وبيحفظ برا، أيوة معناته أقلع البتاع، بس الموضوع انتهى، أقلعه. يا أخي أنت قاعد 9 شهور في بطن أمك، 9 شهور و9 أيام. هل كنت لابس حجاب؟ إن كنت لابس، أيوة ألبسك له منه؟ ودخلوه بيوان ذاته الحجاب. لو قلت لا ما لابسه، ده الواقع إنه ما في زول بيلبس حجاب جوا بطن أمك. طيب 9 شهور أنت قاعد مرتاح تتنفس وتتغذى جوا 9 شهور. وحافظك الله. ربنا قال ثم السبيل يسرها، والله يسر لك الطريق جيت مركب. بعد تكبر وتعمل لك شنبات تقوم تربط الحجاب تقول دي حراسات. بالله اخوانا الكلام ده ما عيب علينا؟ عيب ولا ما عيب؟ عيب والله. ده فيه عدم ادب مع الله تبارك وتعالى، ده نوع من انواع الشرك. لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال من تعلق تميمه فقد اشرك، وقال من علق شيئا وكل اليه. الكريستاله دي لو شلتها علقتها واعتقدت فيها بقت عقيدتك كلها في الكريستاله بتاعت المانجا. ربنا بيوكلك للكريستاله، يخليك مع الكريستاله. ولو ربنا وكلك للكريستاله دي تاني بيسوي لك شنو؟ والله ما بيسوي لك اي حاجه، والله سندوتش بتاع طعميه الكريستاله دي ما بتجيبها لك. انت خلاص بقيت موكول على الكريستاله. نفس الحكايه الناس الموكولين على الجلد، جلد رابطينه. وزي ما قلنا ما من القران، ولو من القران ما بيجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما علق القران، ولا ربنا ما نزل القران عشان يعلقوه. يا اخوان القران ده شفاء لما في الصدور، القران الانسان يقراه لكن ما يعلقه، ما يشيله عليه وما بيحرسك. تلقى الناس واحدين كمان بيخطوا في العربيه، خط المصحف قدام يقول لك بيحرس العربية. يا أخي ممكن العربية دي تكون شاحنة مصاحف وتنقلب عادي، تشحن مصاحف وتنقلب بل مصاحف، لأنه بيحرس الله تبارك وتعالى. هون القرآن في نفسه كده كونه تخده كده ما بيحرس، لكن لو قريته ربنا بيحرسك بهذا القرآن. تقرأ آية الكرسي، تتحصن من الشياطين، ده كله مشروع ما فيه اشكال، لكن بس تجي تخطه ساي وتقول بيحفظ؟ ما بيحفظ ابدا، ما بيحفظ. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو الذي انزل عليه القران، وهو اعلم الخلق بالقران عليه الصلاه والسلام، وما فعل هذا. كل ده من انواع الشرك. ولسه الامثله كثيره يا اخوانا، وكل هذه من بلدنا. وبعد ده كله دارين يكون في جاز وبنزين؟ بالله الكلام ده بيجي؟ لسه انا لو قعدت اضرب لك امثله لسه ما جينا. الناس اللي بيمشوا دايرين جنا، اللي بيمشوا شيخ فلان دايرين جنا،
قد بيمشوا لعلاق دارين بيتنجح، قد بيمشوا لفلان دارين دارين عريس، قد بيمشوا لفلان دارين وما دارين لسه ديل ما جيناهم. والنسوان حدث ولا حرج، ده كمان باب ثاني لسه ما فتحناه، والزمن ضيق يا اخوانا. انتوا رايكم شنو؟ الصلاة كيف؟ نصلي ونجي يعني كيف؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي يا اخواننا هي الاسباب الشرعيه، وفي النهايه اللي بيحفظ منه الله. ربنا قال ان كل نفس لما عليها حافظ، معنى الايه اي ما كل نفس الا عليها حافظ. اي نفس ربنا جعل لها حافظ. الملائكه بتحفظ الانسان، ربنا قال له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة بتحفظ الإنسان، ودي أسباب شرعية الإنسان يتخذها عشان يقي نفسه ويقي أولاده من السحر والعير وغيره من الشرور. أما الأسباب الما شرعية زي الكمون، الكمون ده فائدة شنو؟ يعلقوا له الكمون بيتشرب في البطن. وإلى الناس اللي بيعلقوا الكمون، اللي بيعلقوا الكمون ما بيعلقوا الشطة ليه مثلا؟ الشطة والشمار ليه ما بيعلقوهم؟ يقول لك لا إلا الكمون. ليه إلا الكمون؟ في دليل؟ ما في دليل، ما في دليل على إنه الكمون ده بيعلقه. إذا قال الحبة السوداء علاج من كل داء، أيوة، يقول لك لو قلنا الكمون هو الحبة السوداء أشربه في بطنك ما تعلقوا، لأنه العلاج يا أخواننا بيشربوه ولا بيعلقوه؟ أسي لو مشيت الصيدلية وجبت بنادول شريط بتاع بنادول، وإنت عندك صداع، دقيت الشريط تمام وربطته في كيس وعلقته في رقبتك، الصداع بيروح؟ ما بيروح والله. ليه؟ لأنه البنادول ما بيعلقوه، بيشربوه جوا في البطن. نفس الفهم، الكمون ما بيعلقوه، الكمون بيشربوه في البطن. كل هذه أخوانا عقائد للأسف الشديد عقائد فاسدة موجودة عند الناس، يعلقوها في العربات. عربي دول يشتري عربية جديدة يعلق فيها كمون، مع إنه العربية جاية من بلده وصانعين ذات وناس كفار، لا علقوا لها كمون، لا شطة لا جمار ولا شيء، جاية من هناك بكر عينة. وقد يكون في ناس كتار ساقوها خد بالك، بس تجي تشتريها أنت، يعني العين ما يجي إلا عندك أنت يعني ولا كيف؟ ما تعلق، ما تعلق، حصن نفسك بالأذكار الشرعية، ربنا بيحفظك. وفي النهاية لو دار يصيبك شيء بأمر الله فلا يرد هذا الشيء أحد، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ده الدين والتوحيد الذي يجب على المسلمين أن يكونوا عليه، يربط قلوبهم بالله عز وجل. كذلك من النماذج، من نماذج العقائد الفاسدة الموجودة عندنا في المجتمع، ودي بسببها الآن ما في بنزين وما في جاز، واحتمال يكون ما في غاز، واحتمال ذات تكون ما في موية ولا كهرباء. والله لو الحاجات دي ما انتهت ونحن رجعنا لله الله الشغلة ما بتمشي. كل يوم حتصبح الصباح حتلقى فيه أشياء جديدة، إلا الناس دي تعود وترجع إلى الله عز وجل. من هذه الأمور اعتقاد إنه غير الله بدي الجنة، ده عندنا في السودان عادي، عادي كأنك بتشرب في موية. تلقى الشاب تزوج شهر شهرين، طبعا الناس ما بريحوك، كل ما يلاقوك ها كيف لسه ما بقيتوا ثلاثة وما بقيتوا كم ما تعرف، لا لا لسه أخ لسه. يجي واحد يقول اسمع الدكاترة دي ما بينفع والله، وأنا شايفك كملت الدكاترة جد، طيب أزوج شنو؟ يقول لك راح نمش في هناك، قال الشيخ هناك ده بيديك الجنة في لمحة بصر كويس، وكمان على حسب الطلب، إن داير بيت بيديك لها بيت، وإن داير ولد بيديك له ولد. يصدق المسكين، يصدق إنه في بشر بيمشي بكرعين اثنين بيدي الجنة مع الله عز وجل. مرات تلقى الشيخ ذاته ما عنده جنة، اللي بيمشوا له عشان يدي جنى هو ذاته ما عنده، فقد شيء لا يعطيه، وزول في رقبته جنى ما عنده، يدي الناس من وين؟ وهذا يقول لك يا مولانا انتوا عندكم راي في الصالحين،
لا ده هو الموضوع. احنا ما عندنا راي في الصالحين وما بننكر الصالحين، ننكرهم كيف؟ نحن في كل صلاه بنقول السلام علينا وعلى منو؟ عباد الله الصالحين. فكيف ننكرهم؟ نحن في كل صلاه في التشهد بنسلم عليهم، كل عباد العباد الصالحين كلهم بنسلم عليهم في الصلاه، فكيف ننكر الصالحين؟ لكن المعلومه ما ترتقى لكثير من الناس انه نحن بنقول الصالحين ما بينفعوا ولا بيضروا، وده ما كلامنا نحن، ده كلام الله في القران. ربنا قال في سورة الرعد: قل أفاتخذتم من دونه أولياء، مش ده لهم الأولياء الصالحين، ربنا قال لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أها ده كلام الله، الله قال الأولياء الصالحين لنفسهم ما بيملكوا نفع ولا ضر. طيب هل يملكوا لغير؟ مستحيل، لأنه زول لو لنفسه ما بيملك شيء لغيره مستحيل يملك. الصالح ده صالح لروحه يا أخوان. ربنا قال من عمل صالحا فلنفسه، ما قال لأهله ولا قال لناس الحلة ولا قال لأي زول، فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزرة أخرى. الصالح صالح لرقبته، الصالح ما بدي الجنة لأنه الجنة عند الله عز وجل. ربنا قال كده في القرآن، قال الجنة أنا بدي وأنا براي، الله قال كده. ربنا قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ده ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أو فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه منذ الله على رجعه لقادر، لأنه هو اللي خلقنا، ما في ذول عنده دخل في الموضوع ده أصلا، ما في ذول عنده دخل. يا أخي أنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء ما كانوا بلدوا يا أخي، أنبياء عليهم الصلاة والسلام مقام عالي. زكريا ما كان بلد وزوجته كانت عاقر ما بتلد سنوات طويلة، لما رفع يده لله وسأل الله وقال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ربنا قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هناك في سورة الأنبياء قال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. صلحها كيف يعني؟ يعني ما كان بتلد بقت شنو؟ بتلد بعد كم؟ بعد سنوات طويلة. قال بلغ زكريا عليه السلام قال اشتعل الرأس شيبة، قال وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. والزول لما يصل مرحلة زي دي في الغالب ما بلد، لما العظم خلاص يرك وشعر يتملي شيب الزول ثاني ما بلد. وأضف إلى ذلك وكانت امرأتي عاقرة، عاقرة أصلا ما بتلد، البداية عاقر منه الله عز وجل، والله صلحها بعد ما كانت عاقر، هو صلحها الله تبارك وتعالى. طيب زكريا ليه ما مشى لنبي من الأنبياء؟ ليه ما قال يا نوح صلح لي زوجتي؟ ليه؟ لأنه الأنبياء ما بيعرفوا كلام زي ده، ده شرك بالله عز وجل، ما بيلجوا إلا لله تبارك وتعالى. حتى لو كانوا هم عندهم، لو ما عندهم الجنة فعلا وأسباب وجود الجنة منتفية برضو بيرجعوا لله، والله بيديهم تبارك وتعالى، زي ما ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى الشاب ما يدي فرقة لأي زول يسوقه جاي ولا غادي، يقول لك شيخ فلان مين تمشي له؟ يقول لك أدفع البياض، الناس في جنب الدوبة قروش أدفع، يقول لك عندنا الولد بوقيتين ده والبيت بوقية، هذا كلام شنو؟ جنب يبيعوا وانت جبته من وين زادك عشان تديني له بوقية ولا وقيتين؟ من وين جبته؟ انت عندك خزنة بتاع الجنيات؟ لا ما في. لكن الاشكال في زور اللي بيمشي، عشان كده نحن بنحذر الناس ما يمشوا للناس زي ما تمشي له، ما تمشي لهم. الناس لو انقطعوا منهم تماما هم ذاتهم بيعرفوا مقامهم وبيعرفوا انه ما يملكوا مع الله شيئا،
يقول لك نحن بنمشي لهم هم بيسألوا الله، الله بيدينه. شوف الفبركة بتاعت الناس، نحن بنمشي هم بيسألوا الله، الله بيدينه. طيب ما تسأل انت، انت ماشي للزول ده ليه؟ ما ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما تسأل الله مباشر، يقول لك يا مولانا الله ما بيقبل منا. دي مشكلة كبيرة. منو قال لك ما بيقبل؟ منو قال لك؟ هل الله قال لك أنا ما بقبل منك؟ دي مشكلة يا أخوان. كون تقول الله ما بيقبل مني، هذه مصيبة كبيرة. أي زول يلجأ لله براه، ما تمشي لأي زول. وده ما معناه إنه ما بيجوز إنه تقول لزول أدعو لي الله، لا. لأنه يا أخوان المسائل دي مسائل في ناس شربكوها شربكة، نحن الآن شغالين نفرتك فيها، والله زي الشوك من الصوف. عشان تفرتك الفرتكة بتكون صعبة، شوكة شوكة وتمرقة صوفة صوفة، شوكة بهنا وصوفة بهنا، وشوكة بهنا وصوفة بهنا. وربنا يبارك إن شاء الله في النهاية، نسأل الله البركة والناس سالمة الحاصل. يلبسوا على الناس، يقول لك معناته أنتم تقولوا ما بيجوز دعاء الرجل الصالح. ده ما كلامنا، ما في إشكال تقول لي زول أدعو لي، لكن عشان تقول لي زول أدعو لي تركب له مواصلات تمشي له هناك، وها تمشي له لغاية هناك كويس. وبعدين ذاته أنت ما تمشي لناس أصلا فيهم شبهات، الناس ذي فيهم شبهات أصلا وما صالحين أبدا. لأنه لا يمكن الصالح يقول لك أنا بديك الجنة، وإذا كان هو بيدعو لك بيطلب قروش ليه؟ وأنا في دعاء بقروش، في ذول بيدعو لزول بقروش. مين يقول لك ادفع البياض؟ عارف إنه ده مجرم، ده ما زول داري يدعي لك، لأنه لو داري يدعو ما بيدعو بقروش. دي إشكالات يا أخواننا موجودة في المجتمع. كذلك من هذه الإشكالات علم الغيب. علم الغيب ده برضه في إشكالات فيه كثيرة. الناس كتار بيقولوا غير الله بيعلم الغيب، صراحة غير الله بيعلم الغيب. واحدين بيجيبوها بطريقة غير مباشرة، يقول لك ديل بيجيبوا الرائحة، بيجيبوا الرائحة يعني شنو؟ يعني بيعلم الغيب في النهاية. الرائحة دي ما غيب، مش رائحة، أيوة غيب. أنت ما عرفت محلها وين، داك يعرف كيف، كيف يعرف؟ إلا يكون شغال مع الشياطين، إلا يكون شغال مع الشياطين. لأن الغيب حق من حقوق الله، ربنا قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ده من حقوق الله تبارك وتعالى، ما في ذول بيجيب الرائحة ولا في ذول بيعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى. الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يعلمون الغيب. ربنا قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الله قال له قول أنا ما بعلم الغيب، ولو كنت بعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ما يعلم الغيب، الجن ما يعلم الغيب. ربنا قال فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قصة سليمان عليه السلام، ما يعلم الغيب. الصحابة ما يعلموا الغيب رضي الله عنه. السيدة عائشة في الغزوة فقدت العقد، والعقد العقد قاعد تحت البعير، ومعها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم يفتشوا في العقد، والعقد وين؟ تحت البعير، البعير راقد عليه. بالله لو بيعلموا الغيب كان بيفتشوا؟ ما بيفتشوا، كان قوموا البعير وشالوا العقد والموضوع انتهى. يفتشوا في العقد وموية، موية للوضوء ما عندهم. ودي القصة اللي بسببها ربنا نزل حكم التيمم. بالقصة دي الله نزل حكم التيمم، حكم شرعي للآن نحن بنستفيد منه. لأنه العقد بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها فقدته، والعقد قاعد تحت البعير يفتشوا، لما البعير قام حتى لقوا العقد تحت. بالله دي اللي بيعلموا الغيب؟ ما يعلموا الغيب. حادثة الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش إنه يرحل، والسيدة عائشة بتفتش في عقد. ده موضوع بتاع عقد تاني بالمناسبة غير ده. فقدت العقد مرتين، وسبحان الله فقدانا للعقد مرتين جاب سبب فوائد عظيمة للأمة، وهذه ليست بأول بركتهم آل أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش يرحل، شالوا الهودج، القطيه اللي بيخطوها فوق الجمل، شالوا الهودج خطوه الجمل
فوق وهم قايلين السيدة عائشة وين؟ جوا الهودج وهي ما جوا. بالله ده بيعلموا الغيب، ده بيعلموا الغيب. ورحلوا، النبي صلى الله عليه وسلم رحل معهم. لو بيعلم الغيب يخلي زوجته في الخلاء، يخليها في الخلاء عليه الصلاة والسلام؟ والله ما يخليها، لكن ما بيعلم الغيب. بعد ده كله بكل بساطة يجي زول يقول لك عندنا شيخ بيعلم الغيب بكل بساطة، كأنه الموضوع ما فيه شيء. هل شيخك ده أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتأكيد لا. يبقى يعلم الغيب من وين؟ من وين يعلم الغيب؟ الغيب حق الله تبارك وتعالى. دي كلها يا أخواننا، كلها وغيرها كثير إشكالات موجودة عندنا في المجتمع. عشان كده نحن بنعاني من الضائقات الاقتصادية وما بتتحلى. والله شفتها لو لمينا كل البروفات بتاعين الاقتصاد والدكاترة بتاعين السياسة كويس، وجبنا ناس البترول كلهم وقعدوا اجتماع ورا اجتماع واجتماع ورا اجتماع وألف اجتماع ما بنصل لحل. لو حلنا الليلة بنخرب تاني بكرة، لأنه ده ما الحل. كونه نقول والله أكيد والموضوع ده طبعا من المصفى، ما من المصفى، ده من الجري، ما من المصفى، ده من الشرك. الناس لو آمنوا واتقوا الله عز وجل ربنا بجيب البنزين والجاز من غير مصفدات، ولا ما بجيبها؟ بيجيبها ولا ما بجيبها؟ أبان بيجيبها. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البترول مش بيطلع من تحت، ربنا قال لو آمنوا واتقوا قال بفتح لهم أنا الله بيفتح لهم بركات من السماء والأرض. والبركة اللي بيفتحها الله ما بزول بيثبتها، ما بزول بيثبتها. لكن لو حققنا الشرط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، حققوا الإيمان حققوا التقوى، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكيف الإيمان والتقوى يتحقق بالإشكالات الموجودة اليوم؟ يا أخي نحن في الدين ما متفقين، في الدين ما متفقين. كيف الإيمان والتقوى يتحقق؟ متفرقين، جماعات، طوائف، طرق، متفرقين. ده الناس فلان وده الناس علان وده الناس فلان. واحد يقول لك هسه أولا أنت مع منو؟ أنا ما معي ذول، ما معي ذول، لا أنا ولا الشباب الجايين معانا ديل، ما ننتمي لأي جماعة. يعني ما واحد يجي يقول لك طبعا هذه المحاضرة كانت تحت جماعة فلان، لا لا ده كذاب بوشك. نحن ما ننتمي لأي جماعة ولا أي طائفة ولا أي حزب. يقول لك أولا أنا ما بتجي كده، لكن ما ممكن يا أخي، ولا أي شيء ما تبعي لأي ذول ولا لأي ذول. لا والله كلامكم ده ما صح. لا كيف ما صح؟ يعني نثبت كيف؟ ما شايلين معانا لا بطاقات ولا انتماء ولا أي حاجة. الشباب ديل جزاهم الله خير عملوا المحاضرة، ضربوا لنا تلفون، جينا من الخرطوم نقيم المحاضرة والله يتقبل. لا في شنو تاني؟ ما عندنا أي علاقة مع أي جماعة. ليه؟ لأنه ده الواجب أخوانا. ربنا سمانا مسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب كلنا نكون مسلمين زي ما ربنا سمانا مسلمين، ما نتفرق. نتفرق ليه؟ هل بيفرقنا شنو؟ اختلفنا في مسألة من الدين، نعم نرجع إلى القرآن، نرجع إلى السنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بفهم أي ذول. ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وأحسن تأويلا. طيب القرآن والسنة كلهم بيقولوا قرآن وسنة، أيوة. يبقى المشكلة في الفهم، ما ده بيجيب آية وده بيجيب حديث وده بيجيب حديث وده بيجيب آية، لكن المشكلة في فهمهم. القرآن والسنة فهم محفوظ زي ما ربنا حفظ الحروف حفظ الفهم والمعنى ذاته. ربنا قال في سورة القيامة، ربنا قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ربنا قال ثم إن علينا بيانه، يعني بيان جنوب بيان القرآن. ربنا تكفل إنه يبين لنا القرآن، بينوا ولا ما بينوا؟ بينوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى بعد ده احنا ما محتاجين زول يجي يقول لنا الايه دي معناها كده براسه فراو، او يجي يقول لنا الحديث ده معناه كده براسه فراو. ده هو ذاته اللي بيوقع الاشكالات، ده اللي بيوقع الاشكالات. واحد سألوه من الطرائف عشان تشوفوا اخوانا الناس لما تفهم براء شو الاشكالات بتقع كيف. قال له يا اخي انتوا عندكم بيدقوا النوبه. قال له ايوه. قال له النوبه دي دليل شنو من القران؟ قال لهم دليل ربنا قال وانيبوا الى ربكم وانيبوا. قال له شفت بو دي؟ ايوه. قال له دي النوبه ذاتها. هذا كلام عجيب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فهم الايه دي ولا ما فهمها؟ لو قال ما فهمها يكفر، لو قال فهما ايوه نوبته وينه؟ وشكلها شنو؟ ولونها كان شنو؟ نوبة النبي صلى الله عليه وسلم لونها كان شنو؟ واحد برضه بيصف بتاع تنباك قال لهم بيقولوا الصعود حرام والصعود في القرآن. يا زول وين في القرآن؟ قال الله قال سأرهقه صعودا. قال هذا كلام عجيب. يعني التنباك قاعد والقرآن، شوف الإشكاليات الكبيرة. صعودا أين ما التنباك قال صعودا يعني الصعود لفوق، لأنه في جهنم في جبل زي ما المفسرين قالوا أهل النار ربنا بيرهقهم بالصعود، يطلعوا ثاني ينزل ثاني يطلعوا ثاني ينزل، وده تعب تعب وإرهاق وده نوع من أنواع العذاب. لكن إذا خلينا الشغلة دي فاكة أيضا حيجي يشرح ويفسر بمزاجه وكده بيقع الاختلاف والناس لا يمكن تتفق بالطريقة دي. الحل شنو؟ الحل كلنا نرجع للقرآن والسنة بفهم واحد، ما فهم فلان ولا علان ولا غيره، فهم واحد. فهم منه؟ فهم الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهم وين يا مولانا؟ موجود قاعد، الكتب موجودة، العلماء الربانيين موجودين، الكتب موجودة، أي تفسير آية موجود في الكتب، أي حديث موجود، وده من فضل الله عز وجل علينا، شروحات محفوظة والحمد لله. لكن للزور الدائر يرجع. يبقى دي يا أخواننا برضو من الإشكالات التفرق في الدين. الناس متفرقة الليلة، ما دارين يجتمعوا على كلمة سواء، ما دارين يجتمعوا لأغراض شخصية، لهوى في النفوس، لتعظيم مشايخ وغيره وغيره من الإشكالات الموجودة عندنا، نسأل الله السلامة والعافية. لو جيت في المعاملات حدث ولا حرج، السرقة موجودة، الاختلاس موجود، الربا موجود، أكل أموال الناس بالباطل موجود، ضياع الأمانة موجود، كل هذه إشكالات يا أخواننا المفروض ما تكون موجودة في المجتمع المسلم عشان حالنا ينصلح، عشان نفوز بالدنيا والآخرة. لأن الغلطة دي ربنا قال في القرآن ولقد كتبنا في الزبور، ولقد كتبنا من بعد الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والله الواطد يا أخواننا والدنيا دي كلها، والله الله ما خلقنا الكفار أصلا، وعشان تعرف إنها ما بتسوى عند الله شيء، الكفار الآن بيتمتعوا بها أكثر من المسلمين. ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. الكفار بيتمتعوا، وربنا قال يأكلون ويتمتعون، قال والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما نختار يا أخوانا، ما نقول دين ما كفار والله اداهم الدنيا، لا ما تختار، ده استدراج. الله قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومأواهم النار. فما نغتر إنه الكفار بيتمتعوا ونحن ما عندنا حاجة، المفروض نحن نكون فوق الكفار. ربنا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله نحن لو حققنا الدين ده جد جد زي ما جابه النبي صلى الله عليه وسلم، والله الكفار ده اللي يمسحوا لنا جزمتنا دي، والله
امريكا المخوف النازي والله تجي تمسح له كورنيش في جزمتك وانت قاعد في الكرسي. لكن 200 اذا رجعنا لله كويس وحققنا الايمان والتقوى. الصحابه الكفار كانوا يخافوا منه، لو سمعوا بهم سايب يخافوا يرجفوا. باقي لكم كانوا عندهم اسلحه؟ ما عندهم والله، ما عندهم لا طيارات لا صواريخ ولا دبابات ولا غيرها. بل احيانا يطلعوا غزوات الدواب تنقص، الدابه اللي بيركبوا فيها تنقص. زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع. دابه يشيلوا فيها ما عندهم. بعد كله الكفار يخافوا منهم. ليه؟ لانه ايمان قوي، عقيده قويه، عقيده في الله تبارك وتعالى. ما في صحابي واحد ماري غزوه ولا جهاد وعقيدته في النبي صلى الله عليه وسلم، ابدا. عقيدته في الله تبارك وتعالى. شوف النازل من قدره ما عقيدته دي قويه. شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، يا اخي نحن الليله لو زول سايم زول سايم لا رسول لا نبي كويس، تلقى النازي قايمه وما قعدت، والولي الصالح الكبير مات كويس، والناس تكوري ويبنوا له قبه بمليار ونص كويس، في انوار برا وفيها جوا سيراميك ومكيف شغال. كله عشان زول مات، كله عشان زول مات كويس. ويفتحوا المزارات والناس تجي في الرجبيه وتجي ما تعرف في الحوليه وتجي في جنوب، وده داير يسف تراب، وده داير يطوف سبع اشواط، وده داير يتمسح عشان البركه، وده داير يخش جوا عشان يبوس القبه يقول لك فيها بركه كويس. والمرأة جاية دار تنادي سيدي فلان وانا جاياك من بعيد، والولادات وا 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 وا. وده زول زاي ما معروف ذاته لا في جنة لا في نار، ما معروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق طلع قال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. شو العقيدة دي كيف؟ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عقيدة راسخة، ناس إيمان قوي في الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا زكاهم في القرآن: والمهاجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تزكية زي راسي منو بيلقاها؟ منو يلقى تزكية زي دي؟ ناس على غيد الحياة لسه ما ماتوا، الله قال أنا رضيت عنهم لسه ما ماتوا، رضي الله تعالى عنهم جميعا لأنه حققوا درجات عليا واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لا مثيل له. فإذا أردنا النجاة وأردنا الدنيا والآخرة فعلينا بما كان عليه هؤلاء الأخيار. طيب نحن طولنا على الناس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه نصائح أردنا نذكر بها نفسنا والناس، ونحن ما جايين نعلم الناس، بل قد يكون في الحضور من هو أفضل منا ومن هو أرفع درجة عند الله منا ومن هو أعلم منا، لكن في النهاية من باب قول الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ده الهدف جينا عشانه، ما جايين نعلم زول ولا جايين دارين شيء من زول أبدا. ودي بعض الإشكالات نحاول نحن نحلها. أنا احنا عارفين علاجها صعب، زي ما قلت لك قبل مثلت لك بالشوك في الصوف، صعب جدا. لكن برضو الناس اذا تكاتفت مع بعض وكل الناس عرفت الاشكاليه وين بنصل للحل. لكن اذا ما اتفقنا على محل المشكله ما حنتفق على الحل ابدا. اسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا. والفرصه لكم اذا في اي استفسار اي سؤال اي مداخله الفرصة لكم. تفضل يا عمنا. جيب ورقة يا شباب، تكون في أسئلة تحتاج لك كتاب. السؤال الأول شنو عمنا؟ طيب واضح. أما بالنسبة لأسماء الله تعالى توقيفية،
يعني ما يجوز لنا كويس أن نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بعض العلماء قالوا 99 اسم أي ما جاء في القرآن والسنة، وده ما على سبيل الحصر، لأن أسماء الله تعالى أكثر من 99، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما بيجوز لنا أخوانا نسمي الله تبارك وتعالى باسم هو ما سمى به نفسه أو سماه به النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده بتجد الآن بعض التسميات تلقاها في بعض المساجد، فيها أوراق معلقة فيها إحصاء 99 اسم من أسماء الله الحسنى، في أسماء كثيرة هي ما من أسماء الله تبارك وتعالى. مثلا الضار، الضار تلقى في الأوراق دي إنه من أسماء الله الحسنى الضار، وده ما اسم ثبت لله لا بالقرآن ولا بالسنة أبدا. لذلك ما بيجوز لك تقول يا ضار اغفر لي، هل بيجوز أخوان؟ ما بيجوز. إذا ليس من أسماء الله تعالى الضار، أي نعم نقول نخبر أن الله تعالى بيده النفع والضر، بيده النفع والضر بيد الله عز وجل. والدليل قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فباب الإخبار أوسع من باب التسمية أخوان، كويس. وكذلك في أسماء هي من الأسماء الحسنى ما موجودة في الأوراق المعلقة في المساجد، كالرب، الرب من أسماء الله تعالى الحسنى، الله عز وجل من أسمائه الرب، دي ما بتلقاها في الأوراق المعلقة في المساجد أو في البيوت. فده بالنسبة لسؤال عمنا، أسماء الله توقيفية، يعني لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلام في الصفات شو؟ هل القول في الذات يخالف القول في الصفات؟ الصفة يا أخواننا، الصفات لا تنفك عن الموصوف أصلا، دي من القواعد الثابتة، الصفات لا تنفك عن الموصوف. يعني لا يمكن نقول حاج أحمد في النادي ووشه في البيت، هل الكلام ده بيجي هون؟ هو في النادي ووشه وين؟ وشه في البيت. والوجه صفة من صفات حاج أحمد مثلا، فلا يمكن الصفة دي تنفك عن الموصوف، لا يمكن الموصوف يكون في حتة وصفة تكون شنو؟ في حتة تانية. كذلك لا يمكن نقول حاج أحمد في النادي وضحكه في الثلاجة، الضحك بتاعه الضحك قاعد في الثلاجة، لا يمكن أبدا. ليه؟ لأن الضحك صفة، مش كده أفهم؟ من صفات ابن آدم إنه بيضحك، والصفة لا تنفك عن الموصوف. إذن الكلام في الذات هو الكلام في الصفات، والكلام في الصفات هو الكلام في الذات. وصفات الله تعالى ثابتة كذلك بالقرآن والسنة، وهي كذلك توقيفية كالأسماء. فلا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، ولا يجوز لنا أن نحرف صفة وصف الله تعالى بها نفسه. مثال، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، سورة طه. الاستواء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أنه عز وجل استوى على العرش. الواجب علينا نثبت هذه الصفة. يعني إذا سئلت هل الرحمن على العرش استوى؟ تقول نعم، لأنك لو قلت لا تكون خالفت القرآن. يعني كيف ربنا يقول الرحمن على العرش استوى وانت تقول لا ما استوى؟ معناته انت بتخالف كلامك. أما بالنسبة للكيفية، ما يجوز لنا أن نسأل عن الكيفية، ما يجوز نقول كيف استوى. ليه؟
لأنه زي ما قلنا القاعدة قبل، الصفة لا تنفك عن الذات. إذا كان نحن لا نعلم كيفية ذات الله، هل في زول يا أخواننا بيعلم كيفية ذات الله؟ أبدا. ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون كيفية ذات الله. طيب إذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله، من باب أولى أننا لا نعلم كيفية صفات الله. ولا يجوز لنا أصلا نقول كيف استوى، ما يجوز. نقول استوى استواء يليق به تبارك وتعالى. أما الكيف، الكيف مجهول، نحن لا نعلمه. أما بالنسبة للمعنى، انتبهوا للتفصيل ده. بالنسبة للمعنى، معنى الاستواء، معنى الاستواء، الاستواء يأتي في اللغة بمعاني، أحيانا بتجي معدة وأحيانا بتجي مجردة، وفي كل معانيها، في كل معانيها لا تفيد النقص أبدا. شوف مادة استوى دي، ألف سين تاء واو ياء معرجة، لو تابعتها في قواميس اللغة كلها ما بتلقاها بتدي نقص أبدا. أصلا ما بتدي نقص، دائما من معانيها شنو؟ الكمال دائما. مثلا تقول فلان كان طفلا ثم صار شابا واستوى، يعني كمل شبابه، ده نقص ولا كمال؟ كمال مش كده. تقول كنت أمشي على قدمي ثم استويت على الدابة، ده نقص ولا كمال؟ كمال، لأنه الاستواء على الدابة ما زي المشي، ما زي المشي على القدم، على القدم. تقول استوى الطعام لما يبقى شنو؟ نجيض. طيب قبل ما ينجب كان نقص مش كده؟ لما استوى كمل مش كده يا أخوانا؟ مثلا تقول استوى فلان وفلان في العقل، تقول استوى فلان وفلان في العقل، معناتها كان هو أصلا ناقص بعد ذلك بقى شنو؟ بقى مساوي له. إذن كمل ولا ما كمل؟ كمل. يبقى مادة استوى دي أصلا ما بتفيد النقص بأي حال من الأحوال. وإذا عديت بعلى كما في هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فلعلماء التفسير فيها معاني وأقوال. قالوا الرحمن على العرش استوى أي علا وارتفع واستقر، علا وارتفع واستقر، دي كلها بتلقاها في كتب التفاسير، كتاب الإمام الطبري، كتاب ابن كثير، القرطبي وغيره من كتب التفاسير. والمعاني دي كلها ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، عشان ما نقول نحن وصفنا ربنا بنقص، لا، كلها كمال، على كمال، ارتفع كمال، استقر كمال، كل صفات كمال. والعقل يدل على أن صفات الكمال يجب أن تنسب لله، أي صفة كمال ننسبها لله عز وجل. وصفات النقص لا يجوز لنا أن نصف الله بصفة نقص، عشان كده ربنا نفى عن نفسه صفات النقص، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، لأن النعاس صفة نقص في حق الله، فما يجوز نصف ربنا بالنعاس. كذلك النوم، النوم صفة نقص، فما يجوز نصف ربنا بالنوم لكمال حياته تبارك وتعالى. ده بالنسبة للجواب على سؤال عمنا، جزاه الله خير. نعم، فرصة مفتوحة. ما هو شنو؟ النعمة يا طه. أيوة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أول حاجة الآية دي فيها فوائد، من فوائدها إنه كل المخلوقات تفنى، كل المخلوقات تفنى، لقوله كل من عليها فان، أي كل من على الأرض، أو نقول كل من على الوجود، لأنه على القول الصحيح إنه حتى الملائكة تفنى. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
الآية دي فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، دي برضو من الفوائد. طيب الآية اللي قريتها أنا قبيل في سورة الكهف برضو فيها نفس إثبات نفس الصفة، ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب الآية دي أثبتت أن لله تعالى وجه، ونحن ما بيجوز لنا نحرف النص، مثلا نقول هذه الآية ليس فيها إثبات صفة الوجه. طيب إذا قلنا ليس فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل نكون وقعنا في إشكالات. المشكلة الأولى إنه خالفنا ظاهر النص القرآني، خالفنا ظاهر النص، لأنه الظاهر أن لله تعالى وجه. المشكلة الثانية خالفنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليه؟ لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من الصحابة إنهم قالوا ليس لله وجه، أبدا ما ثبت، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن واحد من الصحابة أنهم قالوا ليس لله وجه. ولو ذال قال ثبت بنطلبوا بالدليل، بنطلبوا إنه يجيب لنا دليل. طيب قد يقول قائل إنت لو أثبت لله وجه تكون شبهت الله بالمخلوق. طيب نقول له كيف؟ يقول لك لأنه لما تقول لله وجه أيوه أنا ما بيخطر على بالي إلا وجهه كوجه المخلوق. أقول لك هل بيخطر على بالك؟ ده برضو فيه إشكال. أولا هل أي صفات مسماها واحد يلزم منه إنه يكون في بيانات تشابه وتماثل بكل وجه من الوجوه؟ طيب كلام ده نجيبه كذا بكلام مبسط. الآن أنا عندي ديها واحدة وديها الثانية مش كده، والكرسي عنده يد ولا ما عنده؟ عنده. والكفتير عندها يد، والبعير عنده يد، والكديسة عندها يد، والجردل عنده يد. ديل كم أيادي يا أخوان؟ قريب خمسة مش أو ستة مش كده؟ كلها اسمها شنو؟ يد 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 يد، مش اسمها واحد؟ هل يدي أنا زي يد الجردل؟ أبدا. وهل يد الجردل زي يد الكديسة؟ أبدا. طيب إذا مع كل مع إنه كلنا اشتركنا في مسمى لكن الصفات ماله اختلفت. إذا كان في المخلوق، إذا كان في المخلوق الصفات ما في تشابه وتماثل مع إنه مشتركة في المسمى، فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ فنقول لله وجه لكن لا يشبه أوجه المخلوق. لله وجه لكن لا يشبه شنو؟ أوجه المخلوق. وده أظن ما فيه إشكال أصلا كونه تقول لله وجه لكن لا يشبه أوجه المخلوق. طيب لو الكلام ده أصلا أبقى أصلا في المخ أيوه. نضرب تاني مثال، ربنا سبحانه وتعالى عليم ولا ما عليم؟ أو دينا خليها نضرب بواحدة تانية أبسط، ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى ولا ما بيسمع ويرى يا أخوان؟ الجواب بيسمع ويرى باتفاقنا كلنا. ربنا قال إنه كان سميعا بصيرا، وربنا قال ألم يعلم بأن الله يرى. طيب نحن بنسمع وبنرى ولا ما بنسمع ونرى؟ بنسمع ونرى. ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طيب نحن بنسمع ونرى، والله برضو شنو بيسمع ويرى؟ هل سمع الله ورؤيته زي سمعنا نحن ورؤيتنا؟ مستحيل، مع انه الاسم، الاسم مشترك ولا ما مشترك؟ مشترك. اذا اشتراك الاسم ما بيلزم منه اشتراك شنو؟ المماثلة والتشابه. يا اخوان احنا رؤيتنا ليست كرؤية الله. الناس من هنا ابعد حتة بتاع الله وين؟ اصل الزلط ده انا ما شايفه، الزلط من هنا ما شايفه الزلط، مع انه قريب. ربنا يرى دبيب النمل، النملة صغيرونة في الصحر، في الصخرة الصماء،
في قعر المحيطات ربنا يراها. سمعك الآن أنت بتقدر تسمع الحاصل في مدني؟ مستحيل، لأنه سمعك قاصر، حدوده محددة. ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. ربنا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن أخواننا نطلع بقاعدة، إنه إذا ورد صفة لله عز وجل، الصفة دي اسمها كان موجود برضو في المخلوق، ما يخش على بالك ولا يخطر على بالك إنه في تشابه أو تماثل أبدا. لله وجه، أيوة نعم لله وجه، أصلا لا يشبه وجه المخلوق ولا يماثل وجه المخلوق. وقس على ذلك، كما أن لله بصر، كما أن لله سمع، وقس على ذلك. نعم. أما بالنسبة لله، إنه قلت وجه الشبه مع شنو؟ النعمة مش كده؟ أيوة، بفناء الخلق، وجه الشبه بين فناء الخلق والنعمة، إنه الحياة من نعمة الله عز وجل. ما نحن الآن لسه ما فنينا يا أخوانا، مش كده موجودين؟ طيب وجودنا من نعمة الله، فكذا ربنا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب موجه للإنس والجن، فكوننا نكون موجودين وبناكل ونشرب ده من نعمة الله عز وجل. فده علاقته بالله بقوله كل من عليها فان. نعم. طيب دي أظن أسئلة جاءت من الأخوات. قال من أين يطلب العلم الشرعي، وهل يطلب العلم من شيخ منو أناهيد السميري؟ ما بعرفه والله، سميري دي ما بعرفه. لكن أما بالنسبة لطلب العلم فيكون من أهله الموثوقين العلماء الربانيين، وكما قال ابن سيرين عليه رحمة الله إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. فإخوانا الإنسان في الدين، الدين ما بتأخذه من أي زول، لابد تتحرى المصادر الصافية، العلماء الربانيين الذين ليس عليهم ملاحظات ولا شبهات، لا ينتمون لجماعات ولا لأحزاب ولا لغيرها، يقولون بالحق ولا يتعصبون لآرائهم ولا لآراء الرجال ولا لآراء المذاهب والطوائف وغيرها. ديل الإنسان يأخذ منهم المصادر الموثوقة. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، ما حكم قراءة القرآن على الميت أو في بيت المأتم؟ قراءة القرآن على الميت ما ورد فيه دليل صحيح أخواني فيما نعلم. جاء حديث لكن في سند ضعف، اقرأوا على موتاكم ياسين، ده حديث ضعيف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء حتى في هل ثواب القراءة يصل إلى الميت أو لا، وصحيح أنه ما بيصل، لأن القراءة ليس من عمل الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والقراءة ليس من عمل الميت أصلا. فأفضل شيء هو النبي صلى للميت الدعاء، أفضل شيء إنك تدعو للميت، تدعو له بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة وكذا، ده أفضل شيء بيصل للميت. والصدقة الجارية، جميع أنواع الصدقات من الماء وغيره، دي صدقة جارية بتصل للميت. والولد الصالح الذي يدعو له، والعلم الذي ينتفع به، وده بيكون خلاه إما ترك له كتب أو مؤلفات أو شروحات أو تصانيف أو تعليم للناس. فإذا كان ابتغى بهذا العمل وجه الله عز وجل فالعمل ده بيصل بعد الموت، أما غير كده ما في شيء بيصل الميت. نعم. قال هل أقرأ القرآن من الموبايل وأنا حائض؟ وأيضا هل أقرأ من ذاكرتي أي من حفظي؟ دي برضو يا أخواننا مسألة فيها خلاف بين العلماء، مسألة هل الحائض تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن. وأنا الآن ما أضبط مسألة الترجيح، لا نقول على الله ما لا نعلم، هي مسألة خلافية، لكن الراجع هل تقرأ أو لا فدي ما نضبطها، لكن نوجه السائل لفتاوى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، موجودة في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، وموجود صوتي، يعني الإنسان لو دخل اليوتيوب وكتب هذا السؤال وكتب عليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يجد الترجيح في هذه المسألة، مسألة هل الحائض
تقرأ القرآن أو لا، سواء كان من الموبايل أو من غير الموبايل. أما من المصحف فما بيجوز أصلا للحائض إنها تمس المصحف. أما الخلاف في إنه تقرأ مثلا من الموبايل أو من ذاكرتها من حفظها أو مع التلفزيون وكذا. نعم. قال ما حكم تحية المسجد بعد تحية، ما حكم تحية المسجد بعد الأذان الثاني في صلاة الفجر؟ طيب، تحية المسجد يا أخواننا هي سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه من الصلوات ذوات الأسباب، والعلماء عندهم قاعدة إنه أي صلاة لها سبب يجوز الإنسان يصليها في أي وقت، حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي أي صلاة عندها سبب، زي تحية المسجد، زي صلاة الاستخارة، زي صلاة الجنازة وغيرها، دي اسمها صلوات ذوات أسباب، عندها أسباب مربوطة بسبب معين. فدي القاعدة إنه بيجوز الإنسان يصليها حتى في أوقات النهي. فإذا دخل الإنسان المسجد بعد الأذان الثاني من صلاة الفجر، الفجر يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. أما لو بيقصد صلاة الرقيبة ركعتي الفجر، وهما التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهما. السنة إنه ذول يصليها في البيت قبل ما يطلع للصلاة بعد الأذان الثاني، يصليها في البيت بعد ذاك يطلع للصلاة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري. أما إذا مثلا حصل ظرف طارئ والإنسان صحة متأخر وكذا ودار يحاول يلحق، إذا دخل المسجد فما يصلي مرتين، يصلي مرة واحدة وتجزئ له عن ركعتي تحية المسجد وعن الرقيب. نعم، ده القول الصحيح من أقوال أهل العلم. السؤال البعد، ما حكم استعمال المال العام ولو كان ثلج أخذته إلى منزلي لعطل ثلاجتنا وأيضا شحن الموبايل؟ المال العام ما بيجوز يا أخوان الإنسان أنه يتصرف في المال العام، بقول الله تعالى ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل، فما بيجوز الإنسان أنه يتصرف في المال العام لأنه ده حق للمسلمين كلهم. نعم. هل أطيع والدي في منعي وحرماني من إكمال دراستي في جامعة القرآن الكريم وحفظ القرآن بأربع روايات والتفقه في دين الله تعالى؟ طيب، طبعا طاعة الوالد والوالدة كذلك دي من الواجبات، دي من الواجبات. ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومفهوم الآية إنه إذا ما جاهداك أن تشرك بالله فأطيعهما. فإذا كان الوالد مثلا يرى إنه في دراسة البنت في جامعة القرآن أو غير جامعة القرآن، إذا بيرى إنه في دراسة فيه مفاسد معينة مثلا على حسب ما يرى الوالد، ودي مفاسد شرعية عنده، مثلا خاف عليها من القعاد في الداخلية مثلا، أو خاف عليها من ركوب المواصلات، أو خاف عليها من أي نوع من أنواع المفاسد الشرعية المترجحة عند الوالد، فمن حقه إنه يمنعه ولو كان من حفظ القرآن، من حقه إنه يمنعه، لأن القاعدة إنه درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. أما غير كده فالوالد ما يمنع البيت أو الولد من الدراسة، ما يمنعه من الدراسة بل يساعده، لكن مع الضوابط الشرعية، مع الضوابط الشرعية بالذات في ناحية البنات لابد الضوابط تكون مشددة، ضوابط شرعية في ناحية البنات. نعم. وأعني بالضوابط الشرعية إنه أول حاجة البنت تكون قاعدة في مكان آمن، يعني ما ممكن الوالد قاعد في جزيرة والبنت قاعدة مع عمتها في الخرطوم، وعمتها عندها أولاد كبار في البيت، والبيت ما شرعي، والأولاد خاشين ومارقين والبنت خاشة ومارقة معهم، تيدي بالطريقة دي ما تقرأ، الوالد أجيبها رجعها في البيت، ما تقرأ بالطريقة دي، لأنه ده في النهاية هجيب مفاسد كبيرة، وأولاد العمة وأولاد الخال وغيرهم ده ما من محارم المرأة يا أخوان، ما من المحارم. فإذا الوالد عموما إذا رأى مثل هذه المفاسد أو هي ما دار تلبس الحجاب ودائرة تطلع بيجاي وبيجاي مع البنات أو كذا،
فيمنعه، بل الواجب انه يمنعه. نعم. السؤال لسه في تمامه في نفس السؤال، قال رغم ان امي رات الرؤيا وكنت مريضه شديد فكتب لها في كتب لها في الرؤيا ان فلانه باسمها تدخل جامعه القران الكريم وكذا، على التفصيل ذكرنا هنا سواء كانت او ما رات رؤيا ولا ما رات، على التفصيل ذكرنا جامعة الشفاء بالخط العريض أمام، يعني شافت في الرؤيا إنه مكتوب إنه بدي كده بتقرأ في جامعة الفلانية، والدة قال الرؤيا للأنبياء فقط، فما رأي الدين في ذلك، هل تطيع أم لا مع الدليل؟ الرؤيا ما للأنبياء فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 60 جزءا من النبوة، فالرؤيا ما للأنبياء، للأنبياء ولغيرهم. أما بالنسبة لطاعة الوالد فعلى التفصيل الذي ذكرناه وما بنحتاج نعيد. قال إذا كانت أخت ترى الرؤية وتتحقق في اليوم الثاني، فقال لها الناس هذا من الشيطان، فما رأي الدين في ذلك؟ والله قد يكون من الشيطان وقد ما يكون من الشيطان، لأنه أحيانا بعض الناس ربنا يكرم فإن رؤياهم تتحقق، وزي ما ذكرنا الحديث الرؤية الصالحة جزء من 60 جزءا أو شعبة من شعب 60 شعبة من شعب النبوة، فإذا تحققت فيه خير ما في مشكلة، إذا تحققت فيه خير ما في إشكال. ودائما أخوانا الإنسان ما يعتمد على هذه الرؤى، يكون موضوعه كله بس الرؤيا، والليلة شفتها منام وكده وكده، الإنسان ما يعتمد على الرؤى إنما يتوكل على الله تبارك وتعالى. طيب الفرصة مفتوحة لأعمامنا هنا في أي مداخلة. نعم. طيب الشيخ بيسأل من حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والصالحين. التوسل باختصار هو عبادة من العبادات، ومعناه التقرب، التقرب بالطاعة إلى الله عز وجل، والدليل على هذا المعنى من القرآن، قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فربنا قال أيهم أقرب، فالتوسل بمعنى القربة، وهذا المعنى نقله ابن كثير وقال لا أعلم فيه خلافا بين السلف، يعني معنى متفق عليه بين السلف عليهم رحمة الله، إن التوسل معناه التقرب. إذا المعنى ذا ثبت ورسخ عند الناس فهذا بحل الإشكالات كلها، إنه التوسل التقرب والطاعة إلى الله عز وجل. يجوز للإنسان أنه يتوسل لله بالأسماء الحسنى والصفات العليا، لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويجوز للإنسان أنه يتوسل إلى الله يعني يتقرب إلى الله بأعماله الصالحة، كأن تقول اللهم اغفر لي بقراءتي للقرآن، اللهم اغفر لي بطاعتي لوالدي أو والدتي، اللهم اغفر لي بصوم رمضان، اللهم اغفر لي بقيام الليل، وهكذا لا اسم التوسل بل عمل صالح. وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح ده برضو بيجوز، إذا رأيت في إنسان علامات الصلاح تسأل تقول له يا أخي أدعو الله أن يشفيني مثلا، أنت كده توسلت بدعاء هذا الرجل الذي رأيت فيه الصلاح، وده ثابت كذلك بالدليل في صحيح البخاري كما جاء الرجل وقال يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل المطر. دي أنواع التوسل كلها أخوانا الجائزة. أما التوسل الممنوع نوعين، في توسل بدعي وفي توسل شركي عديد يدخل الإنسان في الشرك والكفر. التوسل الشركي اللي هو الإنسان يمشي ينادي الصالحين متقربا بهم إلى الله، يعني يقول يا شيخ فلان الحقني، هو بيقول لك أنا ما داير شيخ فلان في نفسه، أنا داير شيخ فلان لأنه قريب من الله
فربنا بيلحقني بشر فلان. أهو ده الشرك ذاته الذي بعث الله تعالى من أجله الرسل والأنبياء. عشان كده ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ده الشرك بالله عز وجل. فده توسل شركي وده كثير الليلة. أكثر نوع موجود اليوم بالذات في بلدنا هذا النوع. ثم كذلك التوسل البدعي، التوسل بجاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو ذات الأنبياء أو ذات الصالحين. ده بدعي لأنه ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. فما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي عليه الصلاة والسلام. بيجيبوا حديث الأعمى، حديث الأعمى صحيح ما فيه إشكال. حديث الأعمى حديث عثمان بن حنيف صحيح ما في مشكلة، لكن ما فيه توسل أصلا بجاه أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم من وجه واحد بس واحد، إنه الأعمى جاء من بيته للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدعو الله أن يرد إلي وصالي. فلو كان أصلا الأعمى داري يتوسل بجاه أو بالذات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جاء من البيت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان حيكون قاعد في بيت ويقول اللهم إني أتوسل إليك بمنه بجاه أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أراد الجاه والذات جله، ده سؤال منطقي، ليه جل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما أراد جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات النبي صلى الله عليه وسلم توسلا إلى الله، إنما أراد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وده من أدلة جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، وده ما فيه إشكال. ده التفصيل يا أخواننا في مسألة التوسل، وما في تاني كلام غير كده. أي زول يجيب كلام غير كده ده مخالف لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وما جاء في القرآن والسنة. فطالما نحن عندنا توسل مشروع كثير والحمد لله أكثر من 7 أنواع، والممنوع 2، واحد بدعي اللي هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين، والثاني شركي. فليه نخلي الكثير ونقعد نغالط في شوية وشوية ممنوع؟ أليس هذا من الضلال؟ ده من الضلال يا أخوان. زي دول يدخلوا حديقة يقول له أكل من الحديقة دي كلها أكل منها، فيها كل أصناف الفواكه، لكن شجر الشوك ده ما تأكل منه مع إنه هو شوك، والشوك لو أكلته بيضرك، هو شوك أصلا. يقوم يخلي الطيبات دي كلها يجي يأكل من الشوك بس مخالفة لكلام الزول. ده نفس الحكاية. إذا كان إحنا عندنا توسل كثير جائز ومباح، وعندنا توسل ممنوع، بل انت لو عملت به بداخلك جهنم زي الشوك اللي بتاكله ده بيضرك، فليه انا اخلي الكويس ذاك واجامسك في الكعبه شويه؟ ده بالنسبه للكلام عن التوسل باختصار شديد. نعم يا شيخ. ايوه بالنسبه للعمل خيري، الناس تبقى لقروش لموتور لمسجد، موتور يتسرق تبرع القروش دفعت، يقوم جوال واحد يجيب لي موتور، يلا الناس بقت هنا في القروش يعملها في الموتور نفسه، حتى الناس دفعت المويه قال المويه دي اجوره مختلف من الاجر الثاني، هل القروش دي يعملها في موتور ثاني ولا في شغل ثاني يعملوا غيره؟ طيب اذا كان المال ده جمعوا الناس من الناس ووروهم انه المال ده نحن دارينه لشيء معين، والناس دي دافعين القروش على اساس انه يجيبوا شيء معين، فهنا ما بيحق لكم تصرفوا في المال ما لم ترجعوا للناس الدفعوا. اما اذا كان جمعتوا المال باعتبار عمل خيري عام، يعني ما كلمتوا الزول دارين تشيل منه القروش انتوا دارين تسووا شنو، قلت له والله عندنا عمل خيري، قام طلع القروش وداك ليه. هنا في الحاله دي طالما في زول جاب موتور المال ده ممكن تصرفوا به في عمل خيري ثاني. لكن إذا حددت العمل إنه قلت لزول ده إحنا دايرين موتور، قال لكم موتور للجامع، أيوة هاكم ده قروش الموتور. فهنا عشان تتصرفوا في القروش لشيء ثاني إلا ترجعوا للناس الدفعوا، لأنه قد يكون ما داير يديك لها إلا للموتور، ما من حقه في النهاية. قد يكون ما داير يديك لها إلا للموتور، يقول لك طالما جاب الموتور هاي خلاص جيبها رجعها، أنا ذاتي محتاج لها. واضح يا أخوان؟ نعم. أيوة عمان. مغادرة السنين، مغادرة جديدة، في ناس كان بيروح
يدفنوا ايوه يدفنوا ذلك انسان او جزء منه يدفنوا في مقابر ثانيه. نعم. لا ما في قبه يا اخوانا في الاسلام ما يسوي القبه بدي ذات المضيعه عليها البنزين والجاز ثاني نسوي قبه ما في قبه يا اخوان ما بيجوز اتخاذ القباب والاضرحه ما بيجوز ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وجابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجلس عليه أو يجصص. يعني يجصص يعني يعاد الترميم بتاعه يعملوا لبوية وكذا كل ده ما بيجوز حرام قالوا ده من وسائل الشرك. انت عملت له قبة معناته انت ميزته من باقي المسلمين ولا تميزوا تميزوا لشنو؟ قد يكون في زول جنبه احسن منه بالمناسبه ان ضل احسن منه فلا نحن نميز الناس يعملوا له قبه وهو حيستفيد شنو ذاته من الضريح ده بيستفيد شنو؟ هو ما قاعد فوق الواطا عشان نقول بتبقى له ظل ده زي على اهلنا في الشماليه يمشي يوم العيد يرشوا القبر بالمويه القبر يرشوه كده ده ما عنده اي معنى انت بترشوا ليه يعني هل الزول حيبرد تيت ولا كيف؟ ما انت لو ربطت مكيف جوا هذه دخلت خرطوش المكيف جوا القبر ربطته له وزول كان من اصحاب ال من مستحقي العذاب مكيفك ده حيعمل له شنو يعني؟ ولا اي شيء. فدي امور شرعا وعقلا ما بتجوز شرعا وعقلا. فزول يدفنوا في مع المسلمين وما يعملوا له اي قبه عشان ذات الناس ما يجوا يعتقدوا في القبه والناس من يشوفوا القبه بيقول لك ده الصالح وينسوا باقي الراقدين كلهم مع انه قد يكونوا الراقدين احسن منه عند الله عز وجل وافضل منه. نعم. ما بيجوز يا اخوانا كتابه الاسماء وتاريخ الميت وهذا القبر قبر فلان الذي توفي سنه كذا ويوم كذا ما بيجوز. ولا اخذت الجريد الجريد ذاته ما بيجوز ما بيجوز انه الانسان يخذ الجريد لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذت الجريد خطاه لسبب معين قال ان هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا انه كبيرا ما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه فامر بالجريد قال لهم جيبوا الجريد شقاه نصين وخذت في كل قبر جريد قال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط خط الجريد بعلة معينة إنه ديل يعذبوا جوا. طيب ألا نحن لما نجي خط الجريد إحنا عرفنا كيف إنه يعذبوا من وين عرفنا؟ دي ما في زول بيعرفها يا أخوان إلا ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالجريد وكتابة الأسماء وكذا ده ما بيجوز وما عليه دليل ابدا. نعم. استلحقوا كيف يعني والده؟ اول حاجه يا اخوانا ابن الزنا لا ينسب لوالد اصلا. لا ينسب ابن الزنا لوالد. إنه ينسب لوالدته لأنه دي إياها المؤكدة إنه هي فعلا أم 100% لأنه طلع من بطنها. أما ده أبوه نعرفه كيف أبوه؟ كيف نعرفه أبوه؟ ما يثبت أبدا. عشان كده أخوانا دي من مضار الزنا. ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا ده ما بتلقى له أصلا حلول ولا بتلقى له علاجات صعب. عشان كده ربنا قال وساء سبيلا طريقه زي جدا. فابن الزنا لا ينسب لوالد انما ينسب لوالدته يسمى بوالدته ولا يسمى باي والد عشان نمشي ندخله في الميراث ما بيرث ابدا ما بيرث ولا ينسب لوالد. نعم. تلغين الميت ايوه من السنه هو انك تلقن الميت الشهاده
في الخط بعد يتهنوه يقول له من ربك من نبيك تقوم انت تقول له قول كده نعم وانت عرفته كيف انه قالوا له لا لا وانا ده ما بيجوز يعني دول دفنوا امشي انا اقعد اقول له قول وانا عرفت كيف انه ده السؤال اللي وجهه له يمكن انا اقول له قول قول محمد صلى الله عليه وسلم وهم يكون قالوا له من ربه هاي يمشي يقول في من ربك محمد صلى الله عليه وسلم هذه مشكله ما في كلام زي ده وانا التلقين بيكون لما هو يكون حي التلقين تلقين الشهاده لما يكون حي والعلماء قالوا ما تقول له قول يا فلان لأنه دي ذاتها بتخلعه لما تقول يا فلان قول لا إله إلا الله بتخلعه من الطرائف عندنا كده على جهة الشمالية أهلنا دير بتاع الطرائف طبعا فواحد قاعد وجاءوا أخوه وفي واحد برضو مرة أظن زوجته قاعدة والزول ده زي شاف فيه علامات الموت وطبعا هي ما راضية بالكلام ده قام قال لي يا فلان قول لا إله إلا الله قالت له لا ما يقول يقول لي فهذه مشكلة أخوان فإنت ما تقول للميت قول لا إله إلا الله كده بتخلع ممكن يخاف إنت قول لا إله إلا الله لما تقول إنت بعدها كورة وربنا يسر عليه وبيقول في نهاية الموضوع ده مربوط بالعمل ما, 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 ما مربوط بإنه الزول يقول باللسان وكده لا إذا كان الزول أصلا ما من أهل لا إله إلا الله لا يمكن يقول ما بيقول أصلا لو قلتها جنبه ألف مرة أما لو كان من الصالحين المتقين فإنت مجرد ما تقول لا إله إلا الله هو طوالي بيقول طوالي فده مجرد تذكير نعم نعم أيوة نعم الجن مكلف كما أن الإنس مكلفون برضو الجن مكلفين بنفس الشرائع بنفس رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أما كيفية الشرائع يعني هل هم يصلوا خمس صلوات زينا ويصوموا رمضان زينا فدي الله أعلم الله أعلم بها أما من حيث إنه الواجب عليهم يدخلوا في الإسلام ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ده واجب لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا فده خطاب للإنس والجن ربنا قال سنفرق لكم أيها الثقلان وثقلين الإنس والجن فهم مكلفين وربنا سبحانه وتعالى قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وغيرها من الآيات فهم مكلفين وزي ما قالوا في سورة الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وقالوا أنا منا المسلمون ومنا القاسطون فلو قرأت سورة الجن تعرف هذه المعلومات أما طريقة الشرائع فدي الله أعلم بها إنه هل بيصوموا زينا هل بيصلوا خمس صلوات زينا الله أعلم بها نعم وبيدخلوا الجنة بالمناسبة المسلمين منهم بيدخلوا الجنة يوم القيامة بقول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ده باتفاق العلماء إن صالحي الجن يدخلون الجنة كما أن كافريهم ومشركيهم يدخلون النار أيوة نعم نعم العلماء ناقشوا الحديث وده من الأحاديث التي أشكلت على بعض الناس بل حتى أشكلت على بعض الصحابة فعائشة رضي الله تعالى أنكرت إنكار شديد هذا الحديث أنكرت على ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله فأنكرت عائشة هذا الكلام وقالت كيف يعذب وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن الصحيح إنه كلام ابن عمر هو صحيح وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه بعض العلماء وجه هذا الحديث توجيه إنه هذا الميت ما كان يوصي أهله بالخير وما كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ومن الآثار السيئة لعدم اهتمامه بأهله
إنه بعد ما مات صاروا يبكوا عليه ويتألموا وكذا ويشرطوا الثياب ويشقوا الجيوب ويكبوا التراب فيعذب بهذا السبب. نعم. ما حكم شخص ينزل إمام من المنبر؟ ينزلوا ليه؟ والله خلافات كده. لا ما ينزل يا أخي. حكمه شنو ينزل ده؟ والله حكمه يرفع للقانون. يرفع للقانون النزول ده بينزل الإمام من المنبر. كيف تنزل؟ ده اعتداء. أيوة. اعتداء ده. كيف تنزل زول من المنبر؟ زول بيخطب الخطبة تنزله كيف؟ فده حكمه يرفع إلى القانون. نعم. للقضاء يعني. يعني ما عنده حساب قدام؟ ها؟ والله هو قد يكون نزل الإمام مثلا لأنه الإمام بينشر الشر وكذا فده ما حنقدر نقول إنه عنده حساب قدام وإن كان الواجب إنه يتصرف تصرف أليغ من كده ينتظر الإمام بعد ما ينزل هذاك يعقب هو يقول الله الإمام ده في المنبر قال كده كده وكلامه ده غلط والصواب كذا وكذا قد يكون الإمام إمام سوء يا أخوان ما كل الأئمة أئمة خير قد يكون إمام سوء وإمام شر فالزول ده لما شاف الزول ده بينشر في الشر والسوء ما قدر يتمالك نفسه وقام منزله من المنبر معلش نعم الإمام ده جابينه بديل لإمام حتى الزول ده نزل وده ما عنده علاقة وما بيصلي في المسجد شغل بتاع فدوة عمل ضجة في المسجد وحتى الإمام ما نغشه طلع طوارب الباب ما يصلي في المسجد يرفع للقضاء بس يرفع للقضاء نعم ما من السنة ولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ السبحة إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد التسبيح بالأنامل يعني الأصابع وقال إنهن مستنطقات يوم القيامة وقال اعقدوا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة ما من السنة اتخاذ السبحة. طيب إخواننا نحن طولنا على الناس ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله يمد الله في الآجال يكون عندنا لقاءات أكثر وأكثر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.